قال لك ان شاء الله غادي نفطر عنده. ارحب جيبينا الحاج. مرحبا بك تما. ارحب جيبينا. وتيقول لك راه غادي دابا انت الاجر ديال الافطار صائم ياك. الحمد لله. الله يجعلها لك ميزان حسناتك. وحاجه اخرى حتى انت يعني راه قمتي بواحد الدور مع هاد الناس، عزلتينا من القفه بواحد الطريقه زوينه، تعاونتي معاهم شي خفيفات. الله يسر امرك. الله يجازيك بخير. كنشكرك الحاج والله. الله يجازيك بخير. الله يحفظك. الله يرحم والدينا. لا يجزيكم بخير. اللهم امين. جمعيات الرحيم. الرحيم. الله يجزيك بخير. الله يرحم والدينا. الله يرحم يخلص ربي يا ربي. الله يرحم والدينا. الله يخلف عليكم. الله يجزيكم بخير. الله يجعل كل شيء بخير. الله يحفظكم. ولي امثال هذا السيد. الله يجزيكم. القافلة في طريقها إلى الدوار. الناس ديال الدوار يعني ما يقارب 112 ولا 13. 112 المواطن أو 112 القانون، 112 القفة. هذه كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يجعلها لنا في ميزان حسناتنا، والله يجعل هذا العمل خالص لوجه الله على بركة الله. ديال الدوار مساكنه وما كينتظروا فينا. اطفال صغار شيوخ كبار بنات رجال كل شيء الحمد لله فرحان. كل شيء فرحان الحمد لله. مرحبا بكم عزاء. الله يجزيكم بخير. الله يكبر عمركم. الله يجزيكم بخير. الله يجزي ولادكم. الله يجمعكم ان شاء الله تبارك وتعالى. الله يجزيكم بخير. الله يجزي ولادكم ان شاء الله. الرحمن الرحيم. الله يجزيكم بخير. الله يقبلكم في الميزان المقبول. الله يعطيكم ان شاء الله يا حجه. الله يعطيكم رأفة الوالدين. الله يجزيكم بخير. الله ينجحكم. الحمد لله خوتي وصلنا للدوار. والناس ديال الدوار السلام عليكم. واش فرحانين؟ بزاف بزاف. واش فرحانين؟ بزاف بزاف. الناس ديال الدوار فرحانين. كلشي نشاط. الله يجعل العمل لله.
هما هادو الحمد لله دابا ما يقارب شحال قلنا 112 كانوا 112 كانوا غتستافد ان شاء الله نتمنى الله سبحانه وتعالى الله يجعل هذا العمل خالص لوجهه ان شاء الله جمعيه الرحيم اللي تكلفت العناء ديال هذه القوافل الله يجزاهم الله يرحم يوم الوالدين الله يجزاهم الحسنة وحنا راه من المتابعين ومن المعجبين بجمعيه الرحيم وجميع الجمعيه هولنديه جمعيه معروفه عالميه بحال الضحية الله دابا شوف دابا ان شاء الله غنستغلوا الفرصه باش غادي ندويو ان شاء الله على المعاناه ديال الدوار والمشاكل ديال الدوار فعلا هاد الخير هذا غادي يوصل ولكن هذا غير مؤقت هذا الاجر هذا ما هو الا اجر مؤقت يعني ممكن يدي لك سيمانه ممكن يدي جوج سيمان ممكن يدي جوج شهور ولكن احنا بغينا ان شاء الله في الدوار شي اجر اللي يبقى دائم باذن الله لان كاين الطريق المعاناه ديال الطريق في الطريق هي كتصوب هي بدات كتصوب ان شاء الله استاذ ما كرهناكش تقربنا من المعاناه وشنو ممكن نقدموا للدوار باش الناس يعني يوليو بخير يرجع الناس يوليو بخير ان شاء الله تنبغيو تقدموا لهم يد المساعده ان شاء الله بشي مشروع يكون مشروع اللي غادي استثماري اللي غادي اللي هو ان شاء الله ديال النحل ديال النحل ان شاء الله باش الجمعيه ان شاء الله تكون تستثمر في شي حاجه في مشروع بحال ديال النحل بحال ديال اي حاجه تفضل الله يحفظك اصلا حنا الجمعيه الاولى قبل ما يكونوا هاد الناس قبل ما نبداو الجمعيه كانت عندنا جمعيه وعندنا مشروع عطاتوا لينا ديك الساعه المنظمه اليونيسيف نعم ولكن من بعد ما فرطوا الناس مشى اما المنطقه مزيانه فيها جميع الانواع تاع ديال الاعشاب واخا واخا كاين دغموس كاين كاين الخروب كاين واخا كاين الكاليبتوس كاين واخا كاين الاعشاب كاين جميع الاعشاب ان شاء الله غيكون غير الخير الله يرحم والدي الله يرحم والدي هذا المشروع ديال النحل باذن الله ربي غادي يدير فيه الخير ان شاء الله ويا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم ان شاء الله غيكون باذن الله ان شاء الله الله يرحم والدي الله يخليك هذه البداية
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في قضاء حوائج الناس كان الله في قضاء حوائجه. تطلب الله تعالى سبحانه هاد الناس اللي هما كيقوموا بهاد الإحسان، تطلب الله تعالى سبحانه يتقبل منهم جميع هاد الأعمال، تطلب الله تعالى سبحانه يكون في معونتهم، يكون في قضاء حوائجهم، تطلب الله تعالى سبحانه يستسلم جميع الأمور دنيوية وأخروية. دابا السي الفقيه عطى انطلاقه ديال الدوار ان شاء الله باش توزيع ياك. احتراما للمرأة واحتراما لحقوق المرأة هي الاولى ان شاء الله غتكون انتما الاولين. تجي عندنا شي جمعيه تتمنى تتعينا الصوت مره. الحمد لله الله العظيم تنجيو تجي داكشي الحسن وتانو حلو الشيء تيقول لك خرتينا صبحتينا نتي الفرزيات وفي الاخر المهم الناس كلهم تيستافدوا، ولكن اول مره تجي القافله وتيفرحوا الناس مره. ياك الناس ديال بعدا فرحانين. كلشي فرحان كلشي فرحان كلشي فرحان. ان شاء الله خصنا شي لوزعه ديال العيد، شي لحمه ديال العيد ان شاء الله ديال الدوار. شي عجله شي عجله الله يجزيكم بخير لهاد الدوار تفرحوا به. هاد الفرح خصنا واحد شويه، خصنا واحد 20 سنتيم ديال الفرح نكمل كاع. الله يجزيكم بخير. هاد الشيء فاش تيقول في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. صدق الله العظيم. Thank you.